رمضان شهر التوبة والغفران. جمعية إحياء التراث الإسلامي، لجنة الدعوة والإرشاد، فرع العمرية. دعوتنا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه للصائم دعوة لا ترد عند فطره، فإذا دنوت من الفطر قل اللهم إني أسألك أن تبارك لي في هذا الشهر، سر ربك أن يعطيك أفضل ما أعطى صائما إذا صام، سر ربك أن يجعل هذا الشهر وسيلة وطريقة إلى صلاح قولك وعملك، ولا تغتر بما أنت فيه من الخير، وتسأل الله أن يرفع درجتك وأن يصلح من أحوالك وأن يسددك وأن يوفقك. فمن أعظم ما يعين على هذه الأعمال الصالحة كثرة الدعاء.